أصبح اليوم المصارف شو تدير؟ تغطي في التزامات المنطقة الشرق، روحها في المنطقة الشرقية من أرصدتها في المنطقة الغربية أو في طرابلس. فيه مصارف مشكلة تفاقمت عندها أكثر، اللي هي المصارف اللي نسبة كبيرة من العمل بتاعها مرتكز في المنطقة الشرقية، مثل مصرف التجارة والتنمية. أول واحد انضر لأن 80% من شغله هو المنطقة الشرقية، بعدها لحق المصرف الوحدة، بعدها بدأ يلحق فيه مصرف التجاري الوطني، وبعدها بدأ كل المصارف. اليوم كل المصارف تعاني، كل المصارف تعاني، وليست المصارف المنطقة الشرقية. انتقلت العدوى حتى للمناطق، حتى للمصارف اللي في المنطقة الغربية. انت اليوم لانك انت شنو قاعد تدير يا استاذ احمد؟ انت قاعد تغطي في التزاماتك اللي تنتج عن سكوك او طلب عمله من زباينك في المنطقه الشرقيه، تغطي فيها من ارصدتك في المنطقه الغربيه، ويتراكم عندك ارصدتك في المنطقه الشرقيه. صحيح. يعني اليوم المصارف كلها المجتمعه، المصارف التجاريه التي لديها فروع في المنطقه الشرقيه، اليوم عندها أرصدة في المنطقة الشرقية لدى المصرف المركزي في البيضاء بفوق من 36 مليار دينار. مزبوط. وهذه الأرصدة غير قادرة، هذه المصارف باستغلالها لتقضي التزامات.